Alors, pour la position décollage et essai d'atterrissage, il faut regarder de ce côté, s'il vous plaît. On a des cordes noires juste devant nous. De ce côté, on les tient avec les deux mains. Là, on s'assoit. Pour le décollage et pour l'atterrissage, pendant le vol, vous pouvez bouger, pas de souci. D'accord. Donc le gaz est hélium. ما يمكنش واحد الادرينالين وحق الله واو كل غبرة ولكن عشت لاكسيون عشت اللحظة المهم غادي نديرو دابا فيلم قصير داكشي في الزربة صافي زعما انت يا دابا واقف في راسك بحال تصدمتي وانت بوحد السلام عليكم معكم عادل التاويل ستوريت لي زين فيهم واحد الفيلم قصير اسوأ فيلم قصير ممكن تفرج فيه في حياتك الله يرزقكم الصبر نقلب على الضحية الضحية فينك النهاية هذا الفيلم من إخراج علي التاويل هلال كمال التاويل سهيل التاويل أين الجميع؟ المكان مريح جدا هنا كأنه الاكتفاء لكن شيء ما ينقص لا أعلم بغيت نسولكم واحد السؤال ياك واش وجهنا اللي كنشوفوا في مرايا او في التليفون هو وجهنا الحقيقي اللي كيشوفوه لنا نصف حقيقي يعني مش الكل نص نص غنخلي لكم ستوري ازاي بغيتكم نتوما تجاوبون على هذا السؤال هذا ومن هنا لواحد شويه غادي نجاوبكم عليه سنعود بعد قليل حل القناة ديالو في تيليجرام وردها بابليك ولكن الايام معدودة دخلوا عنده في البايو ديالو غادي تلقاو القناة ديالو اللي كاينه في تيليجرام بابليك غيعطيكم كورسات مجانية وما تنساوش تقولوا لي زينة من عند عادل جهاز لابتوب ولا وسيلة دخل قوية هادشي اللي كيحاول يوصلوا طارق علي اللي ما كيعرفش طارق علي ما كاين حتى شي واحد اصلا ما بقاش كيعرف طارق علي هو واحد الشخص اللي كيهتم بالتداول ومحترف بزاف في المجال ديالو والهدف ديالو هو انه يوري الناس انك تقدر تدخل الفلوس وكيدير كورسات مجانية ما كيطلب من الناس حتى شي عدنا كنبغي نبشركم انكم عمركم شفتوا وجهكم الحقيقي يعني اي حاجه في التصاور اي حاجه عمر وجهك الحقيقي اللي كيشوفوه الناس عمرك شتيه بمره داكشي اللي كتشوفوه في المرايا وخاضع للتاثيرات ديال كاع الاضاءه اللي دايره بك ديما كتشوف وجهك معكوس واخا تاخذ تصويره تعكسها ماشي وجهك هذاك مره حاجه اخرى ان الكاميرا حتى هي كتخدم بمبدا المرايا اللي مقلوبه وكتقلب يعني انت اصلا بحال كتشوف وجهك في المرايا بحال كتشوف في ديك التصويره اللي كتشوف زيد عليها على ان الكاميرا ديما كتزيد لك الوزن ديالك اكثر من الحقيقه قول لهم شحال من كيلو كيتزاد في التصويره 10 كيلو فوالا يعني الصوره اللي كتشوف انت كتكون زايده ب 10 كيلو على الشخص في الحقيقه بعض المرات كتلاقى مع شي واحد كتقول لي كتشبه للتصاور هذا كيتسمى انه ماشي فوتوجينيك اما الشخص اللي كيشبه للتصاور يعني كيف ما كتشوفه في التصاور كتشوفه في الحقيقه هو اللي كيتسمى فوتوجينيك بحال انا في الحقيقه كيتصاور بحال فوتوجينيك داكشي رباني داكشي رباني Thank you.
شري سامي خاصه ياخذ شي لبسه مغربيه ليه ناخذ الكرونه ولا الكحله بجوج بجوج انت البحث تاع ديما تتخلص حيكون باش كنزيد كان كيبان لي بعيد يا داكشي اللي وصلت حيت طيح وقول احفاري لا شكرا لكاع الناس اللي متبعين وكيتفرجوا الله يحفظك وكيشوف غتعطيني دويره في بيكالا تاع كيكون باش كنزيد كان كيبان لي بعيد يا داكشي اللي وصلت حيت طيح وقول احفاري انتوما اللي درتوني من بلاصتي هزيت والله يحفظك والله 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 التاويل اليوم وصل 3 مليون ابوني حنا انيورينا بحال راه ما وصلش لها هادي لي واحد المفاجاه واعره خالد داير لي واحد الحلوه واعره المهم غادي نصوروها من بعد غتعجبو 100% حنا دابا غنمشيو نقادو البيتشين غادي نعيطو ليه وهو راه مع الدراري كنلهيو فيه نهار داز عامر بزاف ديال الاحداث نبداو بالاكتيفيتي الاولى غتشوفها في ستوري جاي اما انا علاش مغبر بحال هكا لا يوريكم المهم تبع ستوريات غتشوف